أعزائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا وهذه الحلقة من صنع بلادي. الأستاذ عبد الرحمن عادل مدني أحد العاملين في مجال صناعة الجرانيت، كيف نؤكد أن صناعة الجرانيت في الوقت الحالي بهذا الفكر الذي تدار به إنشاء مصانع الجرانيت بالقرب من المحاجر هنا في أسوان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في البداية احنا عارفين يعني أسوان والقدر اللي بتسخر به من الثروات المحجرية. نتكلم لازم من الثروات اللي هي عندنا في الاراضي، لا تقتصر فكره على الثروات النفطيه او الثروات الايه المعدنيه. بالتالي عندنا الثروات المحجريه واللي بتتمثل دي فيها من اقوى المقومات ليها واللي بتتميز بيها طبعا اسوان. فكره انشاء المصانع اللي عندنا طبعا مع التطور، فكره الدوله نفسها في انشاء المدن الصناعيه المختلفه في شتى المحافظات، وعندنا نتكلم بالخصوص هنا يعني المدينه الصناعيه باسوان، احنا عندنا يعني حوالي ما يقرب من 30 مصنع في صناعة الرخام والجرانيت هنا في أسوان، وبالتالي ده بيدي ثق لنفسه للاقتصاد المحلي غمضوج هنا عندنا في أسوان، وبالتالي طبعا ده بيساعد عندنا في عموما في فكرة في انه حتتين. أول نقطة نفسها إن عندي فكرة تغطية السوق المحلي عند من خلال كافة ما يحتاجه، ثانيا وصول الحاجة الأكثر اللي بنعمل بيها ودايما بنطمح بيها نفسه مع سياسة الدولة، فكرة التصدير. دايما طالما في عندنا فكرة المصانع هنا عندنا أسوان زي ما حضرتك نوهت ان هي بالقرب نفسه من المحاجر، مكان الخامه نفسها الخامه الرئيسيه، ده طبعا بيقدر بيساعد بافاده نقد عندك بنود كتير من خلال النقل اللي بيتم استهلاكه، الطرق اللي كان بيتم استهلاكها من خلال مختلفه، من خلال شاحنات النقل الثقيل نفسه اللي طبعا بيتم استهلاكها من خلال الطرق بشكل كبير يعني عندنا في المجال. طيب فكرة إنشاء مصنع للجرانيت هنا تقوم على أي نوع من أنواع المعدات؟ لها شروطات معينة؟ لها مساحات معينة كده؟ طبعا ده على حسب، في مقومات كتير، أولا على حسب اللي أنت الحاجة المجال اللي أنت بتشتغل فيها. احنا طبعا أكتر حاجة بتميزنا هنا فكرة الجرانيت، عشان ده الجرانيت نفسه من هو من أهم الحاجات اللي احنا بنشتغل بيها، موجودة الخامة الأساسية عندنا هنا في المحاجر في أسوان. بالتالي نقدر فكرة إنشاء المعدات اللي أنت بتقدر تعملها على حسب الكثافة الإنتاجية اللي أنت بتسعى لها تقدر تشتغل عليها، وده طبعا بيختلف من مصانع مختلفة على حسب القدرة الإنتاجية من خلال المساحة اللي هو بيقدر عليها. ده بيعتمد معايير على حسب أنت قطعة الأرض اللي بتخصص لك من هيئة التنمية الصناعية اللي أنت طبعا بتقدم عليها، وطبعا يجي لك الموافقة بيها من خلال تقدر تشتغل فيها، ودي في مبادرة نفسها أنك إزاي تقدر تقوي الصناعة من خلال المبادرة القومية لفكرة تعميق الصناعة المحلية هنا عندنا في مصر، وده طبعا دورها في فكرة لازم عندنا دور في الاقتصاد المصري. احنا هنتكلم في بعض المعدات اللي احنا بنشتغل فيها، اغلبها المعدات الرئيسيه اللي هي الحديثه شويه، الماكينات اللي بنشتغل بيها اغلبها طبعا نقول للاسف شويه بيتم استيراده من الخارج، يعني اغلبها خصوصا من الصين، يعني طبعا هي بتدي من اكتر الدول بتدي نفسها الماكينات اللي بتتم تشغيلها. وطبعا الحاجات دي ابتدت في بعض الحمد لله من الناس الموجودين في السوق المصري نفسه، المستثمرين ابتدوا يضخوا مثلا استثمارات في عمليه في صناعه المعدات دي بخلال استيراد بعض القطع نفسه في الماكينات دي، لكن الهيكل الاساسي نفسه بيقدر تشتغل بيتم تصنيعه هنا محليا، وده طبعا بيقدر يخلي عندك قدره طبعا اقل في التكلفه وتنافسيه اكتر، والتنافسيه دي طبعا هي اللي بتخليك تقدر عندك مكان في السوق العالمي. احنا دايما اهم حاجه اللي هي بتسعى ليها الاقتصاد عشان تبقى نمو فكره التصدير، عشان يبقى عندك فيه الوفر نفسه تقدر توفر في العمله الصعبه وتقدر تشتغل بيها، عشان ده طبعا التنافسيه اللي نقدر نشتغل بيها عندك من نقدر ننافس بعض الدول اللي هي متصدره نقدر رائده يعني عالميا زي ايطاليا والصين بمخزون مثلا نتكلم بانتقال طاقه انتاجيه تتخطى مثلا 16 مليون طن للخامات نفسه في ايطاليا، 15 مثلا طن مثلا عندك تركيا وما الى ذلك.
فانت عندك بصادرات صادرات وطاقه مبيعيه للتصدير تتخطى 3 مليار دولار وصولا 2 مليار و1.5 مليار تقدر تاخد. احنا طبعا في المبادره طبعا وزير الصناعه كان تحدث عنها فكره الهدف بقى انك تبقى يمشي عندك في السوق المحلي المصري يبقى في عندنا تصدير نبدا بنوصل نقدر نوصل لقيمه 1 مليار دولار صادر نفسه من مبيعات نقدر عندنا من صادر الرخام والجرانيت من مصر. وطبعا ده ما يقولكش يعني القدره اللي ممكن توفرها نقدر نوفرها بخصوص يعني احنا عندنا الاحتياطي من الجرانيت مثلا هنتكلم هنا بشكل خصوص من اسوان عندنا حوالي ما يقرب 700 مليون طن من الجرانيت و260 مليون طن من الرخام هنا فقط نفس عندك في جبال في اسوان وما يحيطها من في جبال العلاقي وما الى ذلك. الجرانيت الاسواني يعني بينافس انواع الجرانيت الاخرى العالميه يعني لانه ليه من المميزات التي قد لا توجد في اي منتج في بلد اخر. طبعا انت عندك عشان يبقى معايير الدول نفسها الحاجات اللي عندها المقومات الاساسيه اللي طبعا وضعتها طبعا بعض المنظمات المسؤوله عن فكره القياس وما الى ذلك الموفره البلاد نفسه عندك اول شيء طاقه الانتاج جوده الانتاج تنوع الانتاج. عندك نتكلم في البدايه لو خدناها نقطه طاقه الانتاج انت هنا عندك بخصوص مع التطور في الصناعات المصانع والمدن الصناعيه اللي بيتم انشائها فدي عندك بند تقدر انت ما لا خلاف عليه. جوده الانتاج احنا عمليه صناعه الرخام والجرانيت تطورت بشكل فعال خلال وشكل كبير نفسه خلال السنوات الماضيه نفسه من خلال الاستيراد تقدر تطور الفكر نفسه ادخال المعدات الحديثه في الصناعه وده بالذالي اللي هو ودى عندك فكره عمليه جوده الانتاج في حته افضل بشكل كبير ازاي تقدر تعمل تطلع منتج يليق بالمواصفات العالميه مواصفات قياسيه تقدر تنافس فيها التصدير. ونقدر اخر نقطه انه ايه تنوع الخام اللي انت موجود عندك هنا عندنا بالذات لو هنتكلم هنا في اسوان عندك خامات لا تعد ولا تحصى من خلال تنوعها وطبيعها في الجبال ده من جبال البحر الاحمر وعندنا ولا في العلاقي ولا هنا في اسوان انت عندك في تنوعيه في الجبال والطابع الجمالي اللي هو في الجيولوجي في تركيب الارض جميل جدا من خلال الانتاج الناتج نفسه وده طبعا بيدي لي خليه في اقبال نفسه على السوق العالمي نفسه وده طبعا لنا ارضاء نفسه احنا عندنا بيتم التصدير الاسواق الاوروبيه والاسواق الاسيويه وطبعا بنستهدف في الفترات الجايه تبقى تدخل على السوق الافريقي بشكل فعال يعني بشكل قوي وده طبعا كله لاقى استحسان المنتج المصري الجرانيت المصري وده طبعا بنشوفه دايما في ردود الافعال اللي بتجي لنا طبعا اول ما بنصدر بنشوف ردود الافعال ايه ما ينقص المنتج بتاعنا والخام بتاعه ان هو يقدر يواكب المتطلبات بتاعه الاسواق العالميه اللي بيتم ليها التصدير وبالتالي تقدر نعالج لو في عندنا مشاكل وبنعمل طبعا في المستقبل ان طبعا يتم طبعا الناس انتاجيه او زياده الكثافه في الانتاجيه عشان نقدر نوسع اكتر عمليه التصدير وده طبعا هو العامل الاساسي والهدف الرئيسي من تقويم الصناعه عندنا. نتكلم عن جزئية مهمة جدا لمثل هذه الصناعة الناشئة في أسوان دورها في توفير فرص عمل متنوعة. طبعا مظبوط زي حضرتك دي لمست نقطة مهمة من أهم النقط برضو من أهداف برضو اللي هي تم إنشاء المصانع دي هي وفرة العمالة. احنا لما نتكلم عندنا في البداية حاليا في 30 مصنع موجود عندنا في أسوان قائم كل يحوي المصانع بتبقى شغالة على مدار 24 ساعة بورديات مختلفة كل على حسب الطاقه الانتاجيه بتاعته فبالتالي ده ممكن يوصل بعض المصانع ممكن يوصل المصنع الواحد يوفر 40 او 50 فرصه عمل من خلال الورديات المختلفه على مدار ال 24 ساعه فبالتالي طبعا ده بيسد عندك فكره العجز او في البطاله وده طبعا الحاجه اللي بتهدف ليها الدوله فكره فجوه سد الفجوه في البطاله في السوق عشان تقدر عمليه ممكن تعتمد على السكان المحليين الموجوده عندك يبقى عندهم فرص شغل من اول خريجين الدراسات الحاجات العليا الكليات وصولا الى شتى المجالات او المراحل التعليميه
كل له يعني مكان او ليه وظيفه، يقدر من خلال فنيين مختلفين نقدر ناس بنقدر نيجي ندربهم ويشتغلوا عندنا ويقدر يبقى عندهم خبره كافيه في المجال ده. فبالتالي طبعا دي من الحاجات الاهداف الرئيسيه اللي بتقوم عليها طبعا عشان تسد فجوه البطاله يعني عندنا في اسوان. سعر الجرانيت ازاي ان هذه التنافسيه حوالي 30 مصنع وموجودين على ارض اسوان، بدل ما كان الجرانيت يطلع كتل يروح القاهره ويرجع مره ثاني، ازاي ادى الى توفر هذا المنتج في السوق المحلي حاليا بسعر تنافسي؟ اصبحت يعني ثقافه استخدام الجرانيت في المعمار على سبيل المثال للحصر منتشره جدا. طبعا احنا اتكلمنا ان التنافسيه نفسه سوق مواد الانشاء والبناء عندنا في مصر تتخطى طاقته يعني من النمو الاقتصادي نفسه حوالي 19% نقدر نقول ده. بالتالي انت بيوفر عندك في عندك طاقه كبيره تقدر تستغلها في المجال ده. فكره وجود التنافسيه بقى عندنا هنا في المصانع هي فكره بالعكس، دي حاجه ايجابيه وليس سلبيه، تنوع عدد المصانع وكثرتها في المصانع. لو هنتكلم هنا في المدينه الصناعيه في اسوان بدات بعدد قليل تفصل من المصانع، ما كانتش ازدهرت وصولا لطورها. طبعا ما كانش فيه، طبعا لما كان في مكان عدد قليل من الحاجه نفسه، الشخص اللي بيجي او الناس اللي بتيجي تقصد ان هي تشتري المنتج او حاجه زي كده ما بيبقى فيش التنوع الكبير في الخامات وما الى ذلك. بالعكس لما يكون بقى عندنا في عدد اكبر من المصانع، ويا ريت نفتح اكتر في المستقبل ان احنا نقدر نشتغل عليه، بيخلق سوق عندك محلي، بيبقى عندك مكان كل الجاي المشتري الشخص او العميل اللي هو جاي عندك ياخد المنتج ده بيلاقي عنده فيه وفره كبيره من المنتجات على حسب كل مصنع. مثلا بيشتغل في خامه معينه، مثلا ما فيش مصنع يقدر يغطي كل احتياجات السوق بشكل عام. فكل ما تتعددت المصانع واشتغلت كل ما تعدد المجال نفسه او الخامات اللي نقدر نشتغل فيها، وده بالتالي بيخلق تنافسيه اكبر في السوق، وده اللي طبعا هو شيء صحي للسوق المحلي في مصر اللي هو بيخلق عنده التنافسيه من خلال كثافه الانتاج اللي تقدر تشتغلها او تغطيها المصانع دي، وبالتالي يبقى في عندك وفره نفسه في المنتجات ويبدا في عندك حاجه تفيد طبعا السوق المحلي بشكل كبير. ميزه مهمه جدا ان يكون صاحب المصنع، يعني يا حبذا لو يكون هو صاحب محجر في نفس التوقيت، ده ليه برضه مردوده الاقتصادي؟ ان انا كصاحب محجر بجيب بطلع من المحاجر بدخل على المصانع بيقلل معايا من التكلفه في النهايه. طبعا اولا عشان الشغل في المصنع هنا بيعتمد فكره شويه على حسب المنتج اللي بيطلع لي من المحجر، تمام؟ انت عندك في المنتج هنا اللي بيطلع عندنا من المصنع بيطلع ليه اشكال كتير. اولا انا بصدر خام نفسه من الشرايح اللي بتطلع بيصدرها لورش ثانيه موجوده في مختلف المحافظات، من بدايه هنا عندك من مدن اسوان نفسها عندنا وصولا الى الاسكندريه، ورش مختلفه طبعا بتغطي السوق المحلي تقدر تشتغل فيها. بقدر اصدر لهم او اورد لهم شرايح مختلفه خام هو بيقدر يصنعها عنده، او الخام نفسه اللي انا بقدر بصنعه عنده من خلال المشروعات القوميه اللي هي بتتعمل زي المدارس والمستشفيات وما ذلك شتى المشروعات اللي هي بتتنفذها الدوله. انا بقى بصنع الشغل ده اللي هو شغل يعتبر جاهز على التركيب بشكل فعال. فعلى حسب كل المتطلبات المنتجات المختلفه اللي بتطلع انا محتاجها في السوق، طبعا انا لو عندي كصاحب محجر بالتالي انا عارف بالظبط انا ايه اللي محتاجه المصنع بتاعي، فانا بالتالي بقدر الخام اللي انا بعملها في المحاجر. دلوقتي تطورت موضوع الصناعه المحجريه في المحاجر من الشكل البدائي ليها التخريم وما الى ذلك، وصولا الى دخول معدات حديثه في التقطيع بالسلك او الاسطوانات المختلفه. بالتالي عندك تحكم كبير في الصناعه دي وانتاج البلوكات اللي انت محتاج تطلعها، وبالتالي طبعا ده بيختصر عليك هدر كبير انت ممكن تختصره في الهادر اللي انت ممكن او الحاجات المستهلكه اللي انت ممكن تطلعها لو انت شغال بطريقه عشوائيه. لا، بالتالي انت تقدر تنظم الموضوع ده بالتالي وتتفادى اي هالك انت ممكن تعمله، وتقدر توفر طبعا في استخدام الصناعه نفسها.
في ختام هذه الحلقة نشكركم أعزائنا المشاهدين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.